برحب بيكم مرة تانية وببدأ تقديم فقرات طعم البيوت وحديكم فكرة سريعة عن مواضيع اللقاءات اللي هناقشها مع ضيوفي النهاردة. بتكلم في أول لقاء عن أهمية تربية أولادنا على القيم. القيم الأساسية اللي احنا بنتولى في كل أسبوع قيمة من القيم. النهاردة وبمناسبة شهر رمضان بتكلم عن قيمة العفو والتسامح وإزاي أسلوب التربية، وده السؤال الأهم، إزاي أنا لو عايزة أربي ولادي على صفات معينة إيه أساليب التربية أو الأساليب عموما اللي أتبعها. في اللقاء الثاني بتكلم عن مفهوم وثقافة العمل التطوعي وعمل الخير وإزاي إن إحنا نوسع المفهوم ده ونخليه موجود ضمن البروجرام أو الروتين اليومي لحياتنا ولحياة ولادنا. ده بالنسبة لمواضيع لقاءاتنا. أما الآن فعندنا تقرير بنعرضه عليكم وموضوعه عن توفير السلع الضرورية بأسعار مخفضة للمواطنين. نشوف مع بعض. وببدأ لقائي الأول عن القيم الأساسية اللي المفروض إن إحنا نزرعها ونربي ولادنا عليها، وإزاي بقى إزاي الأسلوب اللي نتبعه في التعامل علشان يكون سهل علينا وهم كمان يتقبلوا إن الصفات دي تبدأ تتكون عندهم وفيهم. أنا معايا ضيفة الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي في جامعة عين شمس. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا أستاذة دعاء. يعني سهل ان انا اقول عايزه ويا جماعه ربوا ولادكم على قيمه العفو والتسامح وكذا وكذا وكذا، لكن عايزه اسالك سؤال فعلا لو حد او يعني ممكن احنا نفيده بارشادات معينه الام تتبعها او المسؤول عن تربيه اطفال يتبعها، ازاي انا صفه معينه ايا كانت هي ايه، بس اكيد صفه كويسه، ايه الاساليب اللي اتبعها علشان أغرسها في ولادي؟ تمام. هو طبعا اكيد زي ما حضرتك تفضلت وقلتي في الانترو، ولازم بيبقى فيه طبعا اساليب معينه، ما ينفعش ان انا اقول عشوائي انصح واسيب، اقول لهم ازاي ابنك مثلا مش كذا، ازاي ابنك بيكذب، ازاي ابنك، طيب ماشي قولي لي بقى، قولي لي الحل، ما تسيبينيش كده. المفروض ان يبقى فيه اساليب واصول للتربيه. اصول للتربيه بتبقى ايه؟ نمره واحد، انا ابني انا عايز ازرع فيه قيمه، بعمل ايه القيمه دي؟ لازم الاول هو يشوفني انا بعملها. ما ينفعش ان انا اقول لابني حاجه واكون انا بعمل عكسها. بالقدوة اللي هو ما ينفعش اقول له التسامح وهو شايفني انا كده. ابعد ما يكون عن التسامح والمرونه في كل تعاملاتي كده. هم بيلقطوا صحيح ده ومن سن صغير قوي كده. اكيد. اول حاجه يبقى بالقدوه الحسنه ان انا اعمل هذا السلوك. نمرة اتنين، ان انا اخليه هو في موقف مثلا محتاج ان انا اسامحه. لو هنتكلم عن قيمة التسامح النهاردة، هو في حاجة مثلا هعملها محتاج ان انا اسامحه فيها، شايف ان انا عنيفة معاه او انا مش بغفر له وبسامحه، هيتعلم ازاي التسامح. انا هعرفه وغلطه، اقول له الحاجة دي غلط بس انا هسامحك المرة دي، هسامحك. فلما اجي انا وقت اطلب منه مثلا يسامح اخوه، اقول له مش فاكر لما في الموقف الفلاني انت عملت حاجه وكانت غلط بس انا سامحتك عشان انت وعدتني مثلا انك مش هتعمل حاجه دي. يسامحوا بعض هما الاثنين الاخوات. انا اعلمهم في قاعده هنا ان انا بسامح. بس اكيد في رولز للعفو والتسامح، يعني كل حاجه ليها رولز برضو. اكيد. يبقى انا كده عملت الاول حاجه القدوه، تاني حاجه هو نفسه يعني طبقت عليه هو الحاجه دي، ثالث حاجة ان يبقى في قصص، يعني اعمله زي روايات كده او قصص، في قصة معينة فيها موقف. انت عارف حضرتك برضو في اسلوب في التربية ان انت بتبقى فيه مثلا زي افلام الكرتون اللي بتبقى هادفة وتبقى موضوعاتها بتبقى انت بتبقى يعني بتشرفي على هذه الموضوعات وعارفة بيتكلم عن ايه، بتسيب ابنك بتبقي يعني تبقى عارفة المحتوى. الاساليب الغير مباشرة سواء بدراما ببرامج بقصص. القصص عمرها على فكرة بتبقى اولد فاشن، عمرها بتبقى أكيد. حاجة قديمة. لا طبعا دي جميلة جدا. احنا نفسنا بيبقى بتمر علينا قصص معينة بنقول يا ده الواحد والله خد عبرة من القصة دي. أيوة. بعد كده نمرة أربعة ان انا خلينا نقف، يعني انت عايزة تقولي كل النقط وبعدين نقف عند نقطة. لا اختاري الاسلوب انا معاكي اللي حضرتك يعني موضوع البرامج زمان كنا فاكرين، يعني حضرتك عدتي ايه البرامج اللي بيتفرج عليها، الافلام حتى لو كانت افلام كرتون. أيوة. على فكرة هو هم في الغرب ما بيعملوش حتى افلام كرتون الا لو كان
كانت هادفة لأهداف معينة هم عايزين يوصلوها. فإحنا ناخد بالنا. أيوة يعني لو السم في العسل إشراف على ابني بيتفرج على إيه، بيحطوا السم في العسل زي ما بنقول كده. أيوة. أنا لازم فعلا أبقى أشرف على ابني، بيشوف بشوف إيه هو المحتوى اللي بيشوفه. ما ينفعش إن كل أم تبقى مبسوطة إن ابنها يعني إن هو يعني مشغول عنها وهي مثلا فاضية ومش بيزن أو كده وخلاص. أيوة. هو بيشوف حاجة وخلاص فرحان بيها، لا طبعا ده أكبر خطأ. يعني لازم الإشراف ومتابعة أوي ولادي بيتفرجوا على إيه، وخصوصا يعني من فتره في الاونه الاخيره اكتشفنا ان في حاجات كتير في الكرتون احنا ما كناش واعيين ليها، بتبقى فيها حتى الفاظ بتبقى مش بتاعتنا. مثلا حد بيشتم حد، احنا متعودين زمان ايام مثلا ماما ناجي ومش عارف ايه من فضلك ولو سمحت وعن اذنك الحاجات الراقيه دي اللي فيها سلوك راقي. الابن بيطلع من خلي بالك الميديا بتاثر على دماغ الطفل، ده بتاثر اكبر تاثير الميديا كبير. والحاجات اللي هو قاعد بيتفرج عليها على السوشيال ميديا. بس انت لغايه سن كام بتقدري ان انت تسيطري على الموضوع ده؟ وهو على فكره السنين الاولى اللي انا بقدر اسيطر فيه دي اهم سنين وهو أكيد. طفل أكيد. لان بعد كده صعب قوي اقول له هات موبايلك، إيه لا وريني بتتفرج على ايه، لا اتفرج على ده وما تتفرجش عليه واقفل التلفزيون والكلام ده مع الاجيال الجديده. لا بيتحقق في سن معين في الطفوله الاساس. اشوفها لحد سن ابتدائي، لحد سته ابتدائي مثلا من حقي ان انا ما ينفعش يعمل حاجه او يشوف حاجه من غير ما اكون انا رقيب عليها، لان ده سن هو مش مدرك الصح من الخطا. لازم وبعد كده من شاب على شيء شاب عليه. يعني هو لو اتعلم ان هو يشوف حاجات معينه فيها قيم وفيها الفاظ راقيه و هو نفسه لما بيجي يلاقي كرتون معين فيه لفظ خارج شويه او مش معتاد، مش لازم يكون خارج، مش معتاد يعني حاجه فيها يعني او سلوك سلوك هو اللي هيجي يقول لي يا ماما دي حاجه مش كويسه. وده عن تجربه على فكره، ده عن تجربه ان الابن لما اعتاد على سلوكه معين لما بيشوف السلوك الغريب اللي مش كويس بيجي يستغرب. أيوة. لان هو ما ترباش على كده اصلا. يبقى حضرتك قلتي لي الاساليب اللي هي بالقدوه ان انا في البيت سياسه البيت يبقى فيها مثلا العفو والتسامح. بس أيوة. طبعا مش لدرجه ان انا ابقى سايبه كل مره اعفو كل مره لا اكيد في رولز طبعا. طبعا حضرتك هتقول لنا عليها اكيد. يعني اعفو كم مره، اسامح كم مره. أيوة. اقول له دي اخر مره ومهد له. أيوة. اكيد في الاخر يبقى في عقاب، في الاخر يبقى في نوع من انواع العقاب ده لازم. طبعا أكيد. مش نمشيها عفو وتسامح على طول. وقلتي لي يا حضرتك بالبرامج والقصص والمؤثرات الخارجيه والتطبيق عليه هو شخصيا اللي ما يحصل منه حاجه. انا لما سامحه هو يجرب يعني ايه تسامح ويبقى مبسوط بكده. نمره 4 عايزه اقول ان انا اعدد له فوائد التسامح واهميته. اهميه التسامح ايه؟ طب ليه يا ماما بسامح؟ بستفيد ايه؟ طبعا بالنسبه لينا احنا كبار بيبقى الانسان المتسامح بيبقى عنده سلام نفسي. انسان متسامح مش في فرق بين ان انا ابقى متسامح وان انا ابقى يعني ايه ابقى سايب الناس مثلا تظلمني وكده. لا في بعرف اللي قدامي المتسامح ان انا اقدر تقولي مش ضعيف. العفو عند المقدرة. لا بالعكس ده التسامح قوة شخصية. ايوه طبعا ده التسامح قوة. بس كمان قبل ما سامح الشخص بعرفه بقول له على فكرة اللي انت عملته ده غلط وانا اقدر ارد عليك ولكن هسامحك. لازم يعني اقدر انا عندي المقدره ان انا ارد او ان انا يعني اوصلك بطريقه ان انت تتضايق او ارد لك اللي انت عملته ولكن انا هسامحك عشان انا يعني المسامح كريم زي ما بيقول في يعني بيقول المسامح كريم. المسامح بسيب حقي عند ربنا سبحانه وتعالى. أيوه. وبعد كده كمان احنا كبار خلي بالك الانسان لما بيكون فينه بينه وبين حد ضغينه او حاجه مش كويسه خلي بالك طول الوقت انت في دايره حياتي بقعد افكر عايز انتقم منك ازاي بياكل مني انا حد احنا مش عارفينه ككبار. ان انا لما اكون انسان مش قادر انسى او زي ما بنقول كده قلبي اسود وغلاوي ده بياكل مني انا بالظبط كده. ده بياكل من حياتي والطاقه الايجابيه عندي بيديني طاقه سلبيه بالظبط كده. المظهر بيبان عليه صحيح ده اكيد. بيديني طاقه سلبيه. الطاقه السلبيه دي بتوقف حياتي بتخليني انا بتاخد جزء من تفكيري. يعني انا بشبه دماغ البني ادم زي الهارد مثلا بتاع الكمبيوتر كده لما حضرتك تحطي فيه حاجات ملهاش لازمه بتعمل لك ايه؟ بتعمل ايرور بتعمل بيهنج مننا صح؟ ملهاش لازمه. ايه لازمه ان انا فلان ده سين او صاد ياخد جزء من وقتي ان انا اقول ايه هو ليه عمل كده؟ إيه يا ربي انا كنت المفروض ارد انا المفروض طب ليه؟ طب ما انا خليني بقى افكر في بطريقه ايجابيه معلش يعني خلاص يعني اللي هو ايه بطل يعني بركنه كده على جنب اللي هو خلاص يعني مش ما يستحقش مني المجهود والتفكير ده انا عندي الاهم. أيوة. افكر في السلام النفسي او في صحتي النفسيه.
النفسيه، لان خلي بالك من برضو من السواق النفسي ان الانسان يبقى متسامح، يبقى متسامح بقوه مش متسامح بضعف. يعني ابني حتى لما احب اعلمه التسامح في المدرسه، ولنفترض ان حد تنمر عليه، يعني قال له مثلا قال له كلمه او حاجه ضايقته، هيقول له بص انت اللي عملته ده غلط، وانا متضايق منك بس انا هسامحك، بس يعني انت ما ينفعش تعمل كده تاني. بعرفه غلطه، ان دايما لازم مع التسامح خصوصا لو كان بعرف اللي قدامي انه غلط بيبقى قوه التسامح. فانا ابني بعلمه اقول له، يقول يا ماما طب ازاي مثلا حد يقول كذا ولا يضايقني وازاي اسامحه كده، ما هو هيعمل لي كده مره تانية. اقول له لا، ما انت لما تعرفه ان ده غلط وانا انا هسامحك المره دي، بس انت لو عملت كده تاني انا مش هسامحك. اللي قدامي ممكن انا ليه يعني خلاص ايه ده، هو انا اللي عملته ده غلط، هو اتضايق، لازم اعرفه ان انا اتضايقت من التصرف ده، لان في ناس ممكن بتسامح مع عدم معرفه ان الشخص اللي قدامي ان ده ضايقني. سي نفترض حضرتك مثلا انا حاطه الموبايل بتاعي هنا، وحضرتك مثلا احنا اصدقاء وبعفويه كده مسكتيه، ايه ده انا جوايا اتضايقت وما قلتلكيش، هتيجي المره الجايه هتكرريها، خلاص حضرتك ما تعرفيش ان انا اتضايقت. فانا لما اقول لك يا استاذ معلش الحركه دي بتضايقني، معلش ما تعملهاش تاني يا ريت، فخلاص كده خلاص كده في لازم برضو يبقى في حدود بيني وبين اللي قدامي، لازم اعرف اللي قدامي حدوده معايا ايه. ايوه هو تخطاه بعد كده بقى يبقى اخد اجراء تاني، يعني بعد التسامح. حضرتك هنا يعني هنا قطينا كمان ان ازاي اعبر عن غضبي من غير انفعال زياده، من غير مخسر صحتي النفسيه، لا من غير مخسر قدامي، من غير مخسر يعني ازاي اخد موقف من غير ان انا ما اخسر اللي قدامي، او يعني انا ما غلطتش اللي قدامي فيه. بس كمان انا كده عملت اللي عليا، يبقى في كده يعني ايه عملت سبوت كده على حاجه بتضايقني عشان هو ما يكررهاش. عشان احنا اغلب على فكره مشاكلنا بتبقى بين يعني بتبقى في سوء فهم، اللي هو ايه طب انا اعرف منين هو متضايق من الحاجه دي، انا ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش مثلا تكلميني بالطريقه الفلانيه، طب ما انا ما اعرفش انت بتحبي ايه، بيحصل بين الازواج كده، انا ما اعرفش هو بيحب ايه وبيكره ايه، ما انت قول لي وانا اقول لك برده. لا ده موضوع الازواج ده موضوع تاني التعامل. لا والله ابدا كبير. عارفه حضرتك ده كله موصل لكله أكيد. يعني احنا لما بنتكلم على التربيه والبيت والاسره والولاد، واعلمهم ازاي، اعلمهم بعلاقه الزوج والزوجه أكيد. الاب والام بالظبط كده، العلاقه اللي بين بقى. الاب والام هي اللي هتعلم اولادي كل حاجه، طريقه التعامل حقيقه هي هتبين كل طريقه تعاملي مع والدتي إيه لو في كبار في السن، هي هعلم منها ولادي حاجات كتيره جدا وهكذا يعني. ممكن حد من الساده المشاهدين يقول ايه طب ما انا ابني بربيه لكن المجتمع بيأثر فيه وزمايله و و اقول لك إيه، يعني دايما بنقول التربيه بتبقى البيت ثم مثلا المجتمع او المدرسه ثم البيت مره تانية. هتقولي لي ليه قلتي البيت مره تانية؟ هقول لحضرتك عشان خاطر البيت، انا ابني بيرجع لي من بره بسلوكيات غريبه، مين المفروض اللي انا اعمل افلتر التصرفات دي؟ ايه ده، هي الكلمه دي سمعتها فين؟ هو انا مش احنا مش قلنا الكلمه دي مش صح، مش قلنا الحركه دي غلط، مش قلنا ان انت تكلم مامي مثلا وانت قاعد وحاطط رجل عليك او نايم او بطريقه مش كويسه، لا ده مش، طب ما صاحبي بيعمل كده، لا احنا ملناش دعوه بحد، الصح كذا، انت تخليك انت المؤثر وقول لصاحبك ان ده مش صح. ليه انت ما تبقاش، عشان كمان ازرع فيه حته ايه، ان يبقى قائد، ان هو يبقى يحب يعني ايه يبقى قائد في الحق، يعني طبعا مش يبقى هو مسيطر. خليك انت تقول الحاجه الصح وخلي اللي معاك يتعلم منك، مش انت اللي تلقط السلوك اللي مش كويس. ايوه انت الاصح، انت قوي، انت ذكي بالظبط كده. يعني ما تفترضش ان اللي قدامك هو دايما اللي احسن، اللي الثقه بالنفس أكيد. يعني من القيم المهمة قوي الثقة بالنفس وعن حق، يعني أن أنا أسس ابني طبعا وبنتي كويس، وبعدين أكيد. أديهم الثقة بأن هم عندهم اللي يبقوا هم قدوة للآخرين، مش يتأثروا لكن مؤثرين. بشكر حضرتك الدكتورة أميمة عبد الله، شكرا ليكي. بكده لقائي انتهى، عندنا تقرير تسجيلي عن السبحة وتاريخها وارتباطها بشهر رمضان الكريم، وبعديه أبدأ مع حضراتكم لقائي التاني.